يسمونها حجاب من الحديد، حجاب من السلاح، حجاب من السكين، حجاب من كذا. فالناس تتعلق بهذه المسائل وتعتبرها من الدين. ما الذي مكتوب في هذه الحجبات؟ هذه الحجبات تكتب فيها آيات من القرآن، قد تكون صور من القرآن، ويضيف عليها شيء من الذي من خلفنا هذا، طلسم من هذه الطلاسم اللي هي خرائط لعالم الجن والشياطين، أمثال هذا وأمثال هذا، كلها هي طلاسم من خرائط من خرائط الجن، يستخدمونها السحرة، وكنا نستخدمها قبل التوبة، فاعتبرناها أنها من الدين. قيل لنا أن هذا الخاتم اللي هو هذا الطلسم خاتم سليمان، وهذا خاتم يعقوب، وهذا خاتم فلان، وهذا خاتم فلان، وهذا خاتم فلان، ويقولون أن هذا من الدين في شيء. فتأخذ آية من القرآن وتكتبها كالآتي، يعني ما نشرح في كلام ما حنشرحه للناس حتى لا يكون تدريس، ولكن عشان تشوفوا عظمة هذا الدجل والشعوذة باسم الدين والدين منها بريء. أن تكتب الآيات كالآتي، مثلا: إنا أعطيناك الكو، إني رأيت أحد عشر كو، زينا السماء الدنيا بزينة الكو. تكتب هذه الآيات بهذه الطريقة، ويضاف عليها طلسم من هذه الطلاسم أو غيره، ثم تكتب هذه الطلاسم بمداد نجسة، دم الحيض، ماء الرجال، أو بعض الأشياء الخبيثة جدا، وهذه الآيات تكتب بهذه الطريقة وتلف بهذه الطريقة بالجلد، وهذا الجلد كذلك يكون جلد بتاع حيوان نجس، فيعمل حجاب مثل هذا أو مثل هذا، فيعلق على الإنسان، فيخدموه الشياطين. هذا النوع من الحجبات يلف بهذه الطريقة، وعليه نوع من الخشب بالداخل. لو فتحت هذا الحجاب تلقاه كله مكتوب آيات من القرآن وأسماء من أسماء الله الحسنى، وتلف بهذه الطريقة. هذا المداد التي كتب به هذه الآيات هي مداد نجسة، كلها نجسة، هي من ضم الحيط وغيره وغيره وغيره. ده حجاب آخر يقولون أنه حجاب فيه خاتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يقول أنه ده خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحجب، ويقولون أن من لبثه يشفى من 49 مرض، ثم يحجب من كل شيء حتى الموت. هذا النوع من الدجل مبالغ فيه. هذا الخاتم يمثله هذا الخاتم اللي هو 3×3 مربع، 3×3 مربع، فيه أرقام من الداخل، إذا جمعتها أفقيا بتديك العدد 15، وإذا جمعتها عموديا بتديك العدد 15 في كل 3 مربعات، وإذا جمعتها بأي زاوية بتديك العدد 15، فهي شفرة من شفرات الشياطين، أو شفرة من شفرات إناث الجن والشياطين، إناث الجن والشياطين. فالناس بتلبس هذه الخواتيم كثيرة في الفضة وفي الذهب وما جاء بالله خبر، وإنها من أعمال الشياطين، ما أنزل الله به من سلطان، بل هم ينسبون الأشياء هذا للدين، والدين منها بريء إن شاء الله. تعلم السحر ولا ممارسته ولا الذهاب إليه، ومعروف في كتب الفقه حكم الساحر، على أنه عندنا في مذهب مالك رحمه الله أن الساحر يستتاب 3 أيام، معنى الاستتابة أنه يطلب منه أن يتوب إلى الله ويتخلى عن السحر لمدة 3 أيام،
فإن لم يتب إلى الله ويبتعد عن ممارسة السحر واعتقاده فإنه يقتل كفرا، يعني كما هو ثابت في كتب العلماء، والله أعلم.